Thank you. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرة أحوال الطقس للطلع لكم من قناتكم الوطنية تي نبدأ نشرتنا الجوية مشاهدينا الكرام بالوضعية المرتقبة إذن لنهار الغد بإذن الله الاثنين على العموم وضعية جوية دون تغيير الضباب راح يبقى في الموعد مشاهدينا الكرام راح يستمر حتى نهار الغد باذن الله على اغلبيه الولايات الساحليه الوسطى والشرقيه الغربيه كذلك الصفاء راح يكون في الموعد على العموم على الولايات الداخليه ولاية الهضاب العليا زوابع رملية إذن الحيطة والحذر مشاهدينا الكرام على تمس بالنسبة لدرجة الحرارة مع الفجر يبقى انخفاض محسوس في درجة الحرارة برودة في الموعد وتلحق من 19 حتى 17 درجة من الأوزاع على طول الشريط الساحلي بالنسبة للولايات الداخلية حتى ولاية هضاب العليا درجة الحرارة راح تروح من 12 تلحق 10 درجات على راس الواد بالنسبة لولايات الصحراء بزا تبقى أيضا انخفاض محسوس في درجة الحرارة كما لاحظتوا تلحق 13 درجة على منطقة الثورة نفس المقياس على تندوف 14 درجة على غردية بريان على توغورت 18 درجة على وسط الصحراء من 12 حتى 14 درجة على مرتفعات الهوغار والباسيلي بعد الظهيرة بإذن الله مشاهدينا الكرام راح نشوف بعض السحب من النوع العالي المتوسط اجواء نوعا ما راح تكون غائمه يعني الاجواء ماهيش حتكون تكون صافيه بزاف المياه حتى بعد الظهيره راح تلاشى هذيك السحب واذا الغيوم باذن الله هذا ان شاء الله حيكون في الخير ان شاء الله راح تكون هنالك امطار ابتداء من يوم الجمعه يعني من فاتح نوفمبر ان شاء الله اذا بالنسبه للداخل حتى ولايه هضاب العليا سحب من النوع العالي المتوسط على الولايات الوسط الولايات الصحراويه قول الوسطى على بعض الولايات الصحراويه من الناحيه الشرقيه والغربيه كذلك زوابع رمليه طاول الحدر على العموم راح تروح من 30 حتى 40 كيلومتر في الساعه على تامناس واليزي نروحوا نشوفوا درجات الحراره بعد الظاهرة باذن الله بالنسبه لبعض الظهيره راح يكون هنالك انخفاض نوعا ما محسوس في درجات الحراره مقارنه بالايام الفايته على الولايات الساحليه الوسطى الشرقيه الغربيه على العموم درجه الحراره راح تتراوح على الولايات الساحليه الوسطى والشرقيه حتى الغربيه تلحق من 29 حتى 28 درجه مئويه بعد الظهيره تلحق 30 درجه مئويه بالنسبه لولايات الهضاب العليا حنسجلوا 25 درجه مئويه على نستيف باتنا خنشلة، اريس عينازال عين ارنات نفس المقياس على الجلفه على الغواط على تيارت 23 درجه مئويه اذا باذن الله البيض مشريه ونعامه بالنسبه للولايات الصحراويه تبقى درجه الحراره في معدلها الفصلي 22 درجه مئويه على بريان و33 درجه باقصى الجنوب للملاحه والصيد البحري مشاهدينا الكرام، البحر على العموم راح يكون قليل اضطراب مضطرب بعد الظهيره على اغلبيه السواحل مع اتجاهات الرياح مختلفه من شماليه شرقيه الى شمال غرب غربيه الى شماليه تماما. لهنا رحنا نختم مواعيد نشرتكم الجويه مشاهدينا الكرام اذا لنهار الغد باذن الله الاثنين 31 أكت 31 اكتوبر 2022 الشروق باذن الله يكون على الساعه السابعه وست دقائق صباحا اما الغروب باذن الله على الساعه الخامسه وثمانيه وخمسين دقيقه مساء. لمزيد من المعلومات مشاهدينا الكرام معليكم عليكم دخلوا لمواقعنا الالكترونيه الله دائما في الخدمه ما بقاني غنقول لكم بقاو على خير بقاو مع برامج وطنيه تي في اكيد طلع فرحتكم